السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك قادم قادم قادم، لا محال إن شاء الله يبقى الزمالك على طول قادم إن شاء الله. أهلا بكم في البرنامج بتاعي بتاع موسمان للتهليل والإرشاد والإجابة عن كل أسئلة نادي الزمالك اللي تهبون إن شاء الله. احنا عندنا هنا في البرنامج انه نقول شويه تهليلات، والله يمتهد شلبي نفسه وهالد الغندور ما يعرفوا يهللوه. بالمناسبه بتاع هالد الغندور، هالد الغندور دي اهلاوي، دي اول هبر نقوله النهارده وانت تبقى متوقد منه انه هو هالد الغندور اهلاوي. انا اقول لك ليه؟ انت لو دخلت على هالد الغندور وعملت لي سيرش 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 تلاقي كل اللي يعمل له شير واللايك الهوية. لا ما زملك ويقول يا للزمالك يا اخي، كان بيقول لك قبل كده يا اخي القلعة البيضاء من حقه انه يتغلب من تلايا الجيش. لا يعني عشان هو الجيش حبيبنا كل حاجة، انما ما يتغلبش منه. ليه يقول لك القلعة البيضاء تتغلب؟ لانه ليه ما عرف يلعب؟ والله يا اخي انا عندنا شوية مشاكل راح نهلها ان شاء الله، الادارة ومش الادارة، ونجيب شوية فلوس كتير اوي ان شاء الله. والله يا اخي انت عارف الكلام اللي يقوله الكابتن هالد الهندور ده للزمالك يخلي الواحد يوتس يوتس. والله يا شيخ انا كنا نسمع الكلام ده وراح نوتس، وانا مش هنسكت على المهزلة ولا الكلام ده على طول. كل اسبوع راح نطلع نتكلم على المؤامره اللي بيعمله هالد الغندور على نادي الزمالك، واللي بيعمله موسيماني في السهر بتاعه وجمايك اللي راح يجيبه ويهته على الثلاث شبكات عشان ما فيش جون يدخله. شفت يا موسيماني في رمضان؟ قول لي انت ليه كنت تتغلب في رمضان وبعد رمضان بتغلب؟ عارف نقول لك ليه؟ علشان الشياطين اللي انت كنت تجيبه معاك كان مقفول عليه ومهبوس في رمضان. ايوه والله كان مهبوس، وبعد رمضان انت تلات الشيطان وقعدت تلعب جامايكا 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 جامايكا. لا يعني احنا راح نهدى للمؤامرات دي لغايه ما ان شاء الله تبطل تروح شبرهيد دي وتروح تجيب من هناك السهر والسهره. يعني راح نلعب بالكرامه بتاعنا، فاهم يا موسيماني؟ ولا فكره كمان انا عايز نقول لك، يعني ممكن نجيب رونالدو يلعب، عارف ازاي؟ يعني ممكن نبيع 6-7 لعيبه من المستورد بتاعنا ونجيب رونالدو واحد بس ونطلع الباقي ناشئين. انا راح نقول لك شويه اخبار، والله يا اخي الجهاز الاداري نفسه ما يعرف يقوله. عارف ليه؟ لان الزمالك قادم 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 لا محال ان شاء الله. واوعى تنسى يا شيخ ان الزمالك قادم. وراح نقول لك حاجه، النادي الاهلي يخاف جدا من الزمالك دي. عارف ليه؟ لان نادي الملوك، ايوه الملوك، انا طول عمرنا نادي الملوك ونغلب الاهلي، ومعاكم كل اسبوع نكتشف المؤامرات دي. اوعى تنزل تعمل اللايك بتاعي والشير بتاعي وتعمل السبسكرايب بتاعي. انت عارف يا شيخ انت يا ولد، يا سلام عليك، نشوفك في الحلقه اللي جاي ان شاء الله مع موسمان. باي.